وشكرا على انكم تحطوا عنوان الحصتك على المرأة التونسية على الاتحاد الوطني، خلينا نقول مش على راديا الجربي. شكرا لكم، ان شاء الله كل عام ونسى العالم بألف خير ونسى تونس بألف خير. نحن نشكرك مدام راديا اللي فضيت لنا اليوم نهارك، نحن نعرفوا لي نهارك قداش شرجي. اليوم سيدة راديا نبدأ من الأول، خلينا نقوله نبدأ وأحكينا على صغرك، على قرايتك، على العيلة، على المدرسة، الحاجات دوما متاع الصغر. والله كانت عندي طفولة مش نقول سعيدة، ما الحقيقة ما عشتش في ظروف خايبة، عشت في الشابة، تولدت في الشابة، أنا شابية معناها أب عن جد، بيانكو عندي دي زوريجين من ولايات مختلفة لجدودي اللي شوية من نابل وشوية من قرقنة وشوية من قصور السيف وغيرها، لكن أنا في نهاية الأمر بنت الشابة وشابية. قريت غادي، كملت دراستي الكل غاديكا. أنا من عائلة متعددة الأفراد، لكن تقريبا عشت مع أخواتي ذكور أكثر من معناها أنا صغيرة في البنات، وقعدت كان أنا في الدار، دونك قعدت مع أربعة ذكور تقريبا، عشت حياتي الكل معهم هما أكثر من اللي عشت مع أخواتي البنات. لكن ما يمنعش أنه زادة عشت في عائلة فيها بابا الله يرحمه كان مميزش من بيناتنا بالكل 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 بالكل، كانت عنده كلمة شهيرة يقولها لنا، أنا ما عنديش بنات بكلكم ذكورة، بمعنى كان يحب يدزنا أنه نخرجوا وناخذوا معناها المسؤولية على البكري، وما فماش والفضاء الخارجي مش حكر على الذكور، وكان يبعثنا نمشيوا للمرشي ونمشيوا للسوق ونقضي ونشتري الحاجات الكبيرة اللي هي حملكم المسؤولية، حملنا المسؤولية، وعنده ثقة فينا كانت كبيرة ما تتصورش كيفاه. وكان زيادة الله يرحمه معلمنا بالصراحة، هو ديما يقول هنا الكلمة هذية، ما يحبش شكون يجي يقول له بنتك عملت ولا ولدك عمل، أما قولوا لي انتوما حتى كان تغلطوا قولوا لي. دونك تربيت في الجو هذا، وتربيت ايضا في الجو انه بابا هو الصغير، دونك عاش في دار بوه، وعزيزي امام كان متاع جامع الحومه متاعنا، كان رجل تقي، رجل معناها دين، والطابع الديني موجود في دارنا، لكن مش بالشكل اللي معناها الديني متاع اللي نشوفه فيه توا، معناها ديني بمعنى القيم، بمعنى الحاجات الباهيه، بمعنى الحلال، هو الكل ما هو به وكل ما هو قيمي، والحرام هو اللي الحاجات الخايبه اكثر منها ما نسمعه فيه اليوم. دونك تربيت في هالجو هذايا، وتربيت ايضا في اسره ملي حليت عينيا مليانه صغيره على الاخر، يمكن مكتب ما دخلتلوش، في عائله نعرفه اللي هي معارضه للسيستم او معارضه للحكم القائم، وعشت على وقع هاو خويا شدوه، هاو في الحبس، هاو خرج، هاو إقامة جبرية، هاو رجع للحبس، هاو بابا معناها تتوجه له برشا معناها حاجات توجع، مش لازم طول نقعد، هاي أمي معناها الحكيت هذو محبش نحكيهم، ذكريات أليمة. دونك ترى أمك كيفاش تبكي، ترى أمك كيفاش مريضة، عويناتها مشات مسكينة بالبكاء، دونك تعيشوا الجو هذاك الكل، تشوف عائلتك كيفاش باش تهز القفة للحبس، وانا هذوما الكل شفتهم من عرش عمري صغير على الاخر، شوف بابا يبكي، نشوف بابا كيفاش يدوخ، وتجي الحمى الكل، بابا عنده القلب ومات بالقلب داير الله يرحمه، كيفاش تجينا العيلة الكل الحمى الكل باش تقيموا باش يقوم. دونك هذا الكل ريت وانا بنيه صغيره نشوف فيه كل عشتوا فيه صغرك اي عشتوا فيه صغري.